وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، أكد رئيس الوزراء أن الدولة وضعت استراتيجية واضحة لتنمية معدلات نمو الصناعة في مصر. وفي هذا الإطار شدد مدبولي على أن تسعير الأراضي الصناعية سيتحدد وفقا لأسعار المرافق فقط، مشيرا إلى أنه تم تفعيل مادة إعطاء الرخصة الذهبية بقانون الاستثمار للتيسير على المستثمرين. الدولة وضعت استراتيجية واضحة لتنمية وتشجيع والإسراع بمعدلات نمو الصناعة في مصر، وإحنا لدينا يقين كامل أن الصناعة هي المستقبل الحقيقي في خلال الفترة القادمة. والحقيقة عشان كده الدولة المصرية بدأت يعني تستجيب لبعض النقاط اللي كان يمكن بتظهر من لقاءاتنا مع كل رجال الصناعة من الخارج والداخل ومع مجالس التصدير ورجال الأعمال والكلام ده كله. أهم شيء أن إحنا حددنا أن إتاحة الأراضي الصناعية ستكون دايما أراضي مرفقة، ولكن هيكون المبدأ في تسعير الأراضي هو سعر المرافق فقط. تم تفعيل مادة مهمة جدا في قانون الاستثمار، وهي إعطاء الرخصة الذهبية اللي بتصدر من رئيس الوزراء شخصيا وبتجب كل الموافقات الأخرى في المشروعات التنموية الكبيرة، سواء صناعة، مشروعات أخرى إحنا بنراها كدولة إنها مهمة ويعني بتساهم في نمو الاقتصاد المصري.